أعزائي متابعين صفحة اليوفنتوس الرياضية، اليوم بشارك إياكم شيء بالنسبة لي هو مهم ومن المفيد إن إحنا ننقله لعيالنا، نوع من الرياضات الجميلة والمحببة وهي رياضة السعادة. رياضة السعادة ليست رياضة فردية وليست ممارسة فردية أنت تمارسها، بل بالعكس هي رياضة جماعية تفيد الكل، تبدأ منك وتعم تنتشر للي حوالينك، وبالذات اللي منهم اللي مصابين بمرض التشاؤم المزمن اللي يرون الدنيا بنظارة سوداء، هذا حقهم. واحدة من الأشياء المفيدة، التقنيات عديدة ولكن واحدة منهم على السريع هي يوميا لمدة 21 يوم أقل شيء عشان ندرب الدماغ على عادة السعادة، ممارسة الامتنان، تمتن 3-4 أمور وتذكر ليش. يعني أنا مثلا ممتنة أن واحدة من الأشياء الصغيرة عندنا كلب في البيت، علمنا على الرياضة ونحن نمشي يوميا.